أنا اسمي دكتور أحمد نزيه العطعوت، تخرجت من الجامعة الأردنية ب 2016، حصلت على عضوية كلية الجراحين الإيرلندية. أول ما خلصت اشتغلت في عيادة خاصة مدة 3 سنين، كانت يعني الخبرة الأكثر كانت بمجالي أخذتها من هاي العيادة. يعني أكيد الداعم الأول والأخير دائماً هم الأهل، فأكيد بحب أوجه رسالة شكر لأهلي، والدي ووالدتي وكل حدا علمني في يوم من الأيام حرف، أكون له ممنوناً على كل إشي. الحمد لله وصلنا بمرحلتنا هاي. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات اردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور احمد عطعوت. بداية يسعد مساك. يسعد مساك يا رب. كلك ذوق. في البداية طبعا دكتور احمد، حضرتك طبيب اسنان وحضرتك صاحب عيادة بعمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. اولا انا اسمي دكتور احمد نزيه العطعوت، تخرجت من الجامعة الاردنية ب 2016، حصلت على عضوية كلية الجراحين الإيرلندية. أول ما خلصت اشتغلت في عيادة خاصة مدة 3 سنين، كانت يعني الخبرة الأكثر كانت بمجالي أخذتها من هاي العيادة. بعدها الحمد لله فتحت عيادة في جبل عمان بالدوار الثالث لمدة 2 سنين، كانت مع شريك. بعدها الحمد لله هاي السنة فتحنا عيادتي الخاصة والحمد لله أمور ممتازة. بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر، ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ يعني بحس هلأ هاي الفترة لازم كل إشي يكون مربوط بتكنولوجي، كل إشي يكون مربوط بأبديت. حاولت بهاي العيادة كل إشي أبديتد من ناحية مواد، من ناحية أجهزة، من ناحية كل إشي تطور، إنه نحطه بالعيادة علشان نكون أول بأول شغالين وماشيين مع التكنولوجي كتير، عشان كتير بفرق معنا بالشغل وكل إشي بيكون أدق وأفضل. نعم. بس شو هي أهم الخدمات والأقسام اللي عم بتوفرها عندك هون بالمركز؟ هلأ عندي بالعيادة هون كل إشي موجود. أنا بالنسبة لي كدكتور أحمد أنا بشتغل الجزء التجميلي في عيادتي، من تركيبات، من قشور، حشوات تجميلية، كل إشي له دخل بتجميل طب الأسنان أنا بشتغله. باقي التخصصات من عصب، من تقويم، من جراحة، زراعة، كل التخصصات موجودة، لكن كل تخصص له الأخصائي تبعه. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا طب الأسنان بالأردن؟ صراحة تطور طب الأسنان بالأردن كتير، يعني بحس الأسنان عندنا متقدمة كتير أكتر من دول حوالينا، فنظرتي إنه إحنا ماشيين بطريق صح، لازم نضلنا updated. الشغل عندنا عم بيكون متميز مقارنة بالدول اللي حوالينا، فكل إشي ماشي عندنا تمام وممتاز. نعم. بس نحكي شوي دكتور عن تجميل الأسنان، إيش هو الفرق خصوصا أصلا بانتشار تجميل الأسنان بين المرضى؟ إيش هو الفرق بين الفينيرز ونحكي عن الفيسينج كمان؟ يعني بجوز هذا أكتر سؤال بنضل نسأله، شو الفرق، مين أحسن الفيسينج ولا الفينير؟ هلأ بداية الفيسينج هو عبارة عن حشوات تجميلية إحنا بنصفطها فوق السن. المفروض من مبدأ عملها إنه إحنا ما نحتاج إنه إحنا نحف أي إشي من أسنان المريض. الفينير لا، الفينير المفروض انه احنا منشيل طبقة جدا رقيقة من السطح الخارجي للسن، منشيل اشي ما يقارب 0.5 ملليمتر، يعني احنا قاعدين بنحكي على نصف ميلي من السطح الخارجي للسن، وبعديها بنودي لقياسات على المختبر علشان يعملوا لنا القشور. الفيسنج بنعمل بنفس الجلسة بدون حف، لكن
انا مش من الناس اللي بفضلوا الفيسينج وما بحب الفيسينج. مش اي حاله بتزبط للفيسينج، وللاسف عم نشوف كثير حالات عم تنشغل بتعمل بروز بتعمل خماله بحكم طبيعه الفيسينج انه هو حشوه تجميليه، لازم تعملها شوي خميله علشان تقدر تغطي اللون اللي موجود تحتها، لانه بطبيعه الحشوات فيها نوعا ما من الشفافيه، فتعمل مشاكل عند المرضى. غير انه اليه عملها اوقات الناس ما يعني او الطبيب ما بيشتغلها بطريقه صحيحه والمرضى ما بينظفوا، فبتعمل مشاكل اكثر مما هي لها فوائد. نعم، بس انت اصلا كطبيب ايش بتفضل اكثر؟ انا بفضل اللي بيحتاجه المريض، اللي اسنانه حلوين وما بدهم اشي يبيض اسنانه، واللي اسنانه محتاجين علاج يعمل العلاج الصح. يعني سواء كان فيسنج او كان فينير، هدول الاثنين اصلا علاجات تجميليه. اللي متوفر معاه يعمل الفينير يعملها، اللي مش متوفر يعمل فيسنج بس عند حدا شاطر بدون ما يخرب اسنانه. نعم، ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستقول له؟ يعني اول شيء احنا اكيد نتشرف بلقاء جلاله سيدنا، واكيد بنحب نشكره على جهوده كامله لقطاع الشباب، وبنحب كمان نشجع على السياحه العلاجيه بشكل اكبر ونطور منها ونعمل كل ما يمكن لاستقطاب اخواننا في الدول المجاوره على يجوا عنا على البلد. نعم، بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ يعني اكيد الداعم الاول والاخير دائما هم الاهل، فاكيد بحب اوجه رساله شكر لاهلي والدي ووالدتي وكل حدا علمني في يوم من الايام حرف، اكون له ممنونا على كل شيء. الحمد لله وصلنا بمرحلتنا هاي. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي اكثر وين موقع العياده بعمان وطرق التواصل معكم. موقع عيادتي في عمان دوار الرابع شارع نينوى. طرق التواصل يا اما بتكون عن طريق رقم العياده الخاص او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، على الاغلب انستغرام. دائما احنا بنكون موجودين هناك، صفحاتنا موجوده. شكرا لك. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر الدكتور احمد عطروت على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت استاذ، يسعد مساك وشكرا لك. يسعد مساك.